التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات متواصلة مع انطلاقة الشوط الخامس عشر الذي خصص للجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين على أرضية هذا الميدان. مرحبا بالجميع الذين توفدوا من كل حدب وصوب للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الطية لسباقات الهجن. انيتنا ايضا قال الشاعر، انيتنا قاصد دورة الطية ولعت دورة الضوء عالي. اهلا هلا بك، مرحبا وحي بعداد دقات الثواني. مركاضها وترتيبها شيء وناموس له طربه وشاني. نسير واياكم مع المقدمة الاولى مع الصدارة موفق لسعيد بن سلطان بن محمد الملعاية الاكتبي، من يقدم لنا موفق على اول المراكز، بينما المركز الثاني مزعج هو الواصل لاحمد بن سعيد بن محمد بن عبيد المهيري، وثالث المراكز بونواس. قادم بونواس مقدم لنا الغزال محمد بن مهير بن سيف بونواس الاكتبي، بينما المركز الرابع الوصول من الصامل لسهيل بن راشد بن نايع الغفلي، بينما المركز الخامس مشاكل عبد الله بن حمد بن محمد بن سعيد الكعبي، من يقدم لنا مشاكل على خامس المراكز، بينما المركز السادس الوصول والدخول من أملول لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وسابع المراكز هنالك رمحان لمحمد بن كريم بن علي العامري، والمركز الثامن يوسلوب. وصل الشاعر، وصل بوزايد يقدم لنا اسناد كما قدم لنا متعب، وقدم لنا هنالك العبور والعديد من الاسماء الذي شاركت هنا على ارضية هذا الميدان. يقدم لنا اسناد احمد بن علي بن عامر العويسي يتقدم على ثامن المراكز، وايضا غير الى المركز السابع والسادس والى المقدمة والى التوفيق والسداد، بينما المركز التاسع هنالك صدام احمد بن سالم بن سيف النعيمي، وعاشر المراكز هنالك اللي وصل ايضا الممزر سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة على هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المقدمة، لنا عودة إلى الصدارة الأولى والبداية. موفق موفق من يتقدم على اول المراكز سعيد بن سلطان بن محمد الملعاية الاكتبي، بينما المركز الثاني صامل لسهيل بن راشد بن نايع الغفلي، وثالث المراكز يا سلام وصل مشاكل وحذاري، حذاري من الاسم، حذاري من المشاكل عبد الله بن حمد بن محمد بن سعيد الكعبية، وكذلك الوصول على رابع المراكز رمحان محمد بن كريم بن علي العامري، وهنالك المركز الخامس اعتقد ابو نواس من الجانب الاخر. شعار ابو نواس هنالك مهير محمد بن مهير بن سيف بو نواس، والاسم الواصل يا سلام يا سلام، هملول الحميري، هملول
هملول لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، أحمرت عينه الحميري من أجل الفوز، من أجل الانتصار، وأسناد قادم لأحمد بن علي بن عامر العويس. المعركة بدأت، المعركة من خلال هذه الأسماء، من خلال هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة، لكن موفق، موفق وهنالك الحميري، موفق وهملول، هملول ولا موفق اللحظات الأخيرة، موفق لسعيد بن سلطان الملعاية الاكتبية، وهنالك هملول لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. وصل بو مهير، محمد بن مهير بوبو بن سيب ونواس مقدم لنا الغزال، الغزال على ثاني المراكز، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، موفق والغزال الملعاي، راح الملعاي، راح بالفوز، راح بالانتصار. سلام وتحية، سلام وتحية لمالك موفق سعيد بن سلطان بن محمد الملعاي الاكتبي. بالفعل من يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار، الغزال على ثاني المراكز، محمد بن هير بن سيب ونواس الاكتبي المركز الثاني، الصامل السهيل بن راشد بن نايع الغفلي، وثالث المراكز سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، والمركز الثالث، المركز الرابع محمد بن قرين العامري، وخامس المراكز اسناد احمد بن علي بن عامر العويسي. تهانينا والناموس لمالك موفق سعيد بن سلطان بن محمد الملعاي الاكتبي. 6 دقائق و11 ثانية كان توقيت موفق، تهانينا والناموس لجميع المشاركين.